تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى كنبغي ننبهوا الأحباب ديالنا في الأسواق الأسبوعية، خميس زمام راه جمعة تسحيم سبت كزولة وغادي هكا لحد البخاتي وغادي الأمور. هاد الأسواق الأسبوعية ربما الخطاب الرسمي كيتكلم بواحد اللغة أكاديمية، واحد اللغة اللي هي سليمة ومضبوطة، ولكن هؤلاء الناس اللي هما في البوادي واللي في القرى، وخصوصا اللي عنده واحد اللسان غير عربي، والأمازيغ وغيرهم وغيرهم، هاد الناس هادو لابد خص التوعية توصل لهم بواحد الأسلوب بسيط، بواحد الدارجة اللي مفهومة وكتدخل القلوب وتدخل العقول. بل أكثر من هذا، كان واحد الفئة أخرى خص التوعى، وهما أناس اللي هما يا مرض، الناس اللي عندهم الصمم واللي عندهم البكم، هادو باش غنوعيوهم لابد تكون هناك جمعيات تاع المجتمع المدني او فئه معينه او افراد الاسره يقوموا بالتوعيه ديالهم. وهاد البنيه مثلا الرشيده اللي عندها التوحد، مرض التوحد صعيب وصعيب بزاف، هذا الثلاثي الصبغي العلاج ديالو باهظ، والعنايه في التمدرس مكلف، والمدارس اللي كيقوموا باستقبالهم محدودين. في الدار البيضاء عندنا واحد المجموعه ديال المدارس كتستقبل هؤلاء الاطفال من اجل التعلم والتمدرس والتاهيل، ولكن مكلف تقريبا على الاقل واحد 3000 درهم في الشهر. وكتكون بعض الجمعيات اللي كتقلب على التمويل، ملي تلقى العائله معوزه كتقول لها غتخلصي 50% و50% تخلصها الجمعيه، وهذوك العائله كيقلبوا على 50% من جهه ثانيه، وربي كيسهل. ولكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. بغيتك لالا رشيدة ما تخافيش، الموت علينا حق، حتى واحد فينا ما غيتزاد نهار ولا غينقص نهار، الأعمار ديالنا محدودة. منذ أن خلقنا الله أجن في بطون أمهاتنا ونفخ في أجسادنا الروح، بعث الله الملكين وكتب رزقنا وشقاءنا وسعادتنا وأجلنا، كلشي مكتوب، حتى واحد ما غيزيد نهار ولا ينقص نهار. فهذه عقيدتنا نؤمن بها، وما نخافوش كذلك من ولادنا. كنقولوا غنموت وغنخلي ولادي، على انا اللي كنطعمهم، على انا اللي كنرزقهم، على انا اللي كنحميهم، انا راه غير هديه عطاهم لي مولانا، لكن رازقهم هو الله، وخالقهم هو الله، ومربيهم هو الله، والذي يعتني بهم هو الله تعالى. اما احنا راه بعضياتنا راه كنمثلوا، راه حتى واحد فينا ما كيقوم بشي شيء الا نوع من التمثيل، كاننا هذا ولي امر هذا، وهذا كيعطي لهذا، وهذا كينفق على هذا، والا فان الرزاق هو الله، والخالق هو الله، والبارئ هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله. واللي بغى شي حاجه كيرفع يديه للسماء وما يخافش. احنا عندنا اطمئنان كامل، عقيدتنا الاسلاميه فيها مدخرات قويه كتعطيك نفس ثابته وابيه. لالا رشيدة ايضا هاد الناس اللي هما داروا الاعراس، واحد مجموعه ديال العائلات ربما كتعدم خطوبه، كتعدم زفاف، كتعدم مناسبات، نتجنب هذه المناسبات. كاين اللي عنده العقيقه ما اختارش الولاده، جا خصو يدير اسبوع، نعم يؤجل المولود ملي نستقبلوه نفرحوا به، ويعق عنه يوم سابعه، ولكن الوليمه لا داعي، ممكن يكون الهدية، لأن الولي العقيقة نأكل منها، ندخر منها، ونهدي منها، ونتصدق منها. ممكن ديك الذبيحة
يجي عندي المولود وانا عندي عقيقه نذبح ديك الذبيحه للذكر شتان وللانثى شات واحده، ممكن نذبحها ناكل منها ندخر منها نتصدق منها ونهدي منها. لا داعي لكي اجمع العائله والاحباب لان الظروف صعيبه، وشحال من واحد ربما كيبغي يدير خير ولكن كيتسبب في اذايه عدد ديال الناس. الو السلام عليكم بنتي. عليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك لاله. ساعة مباركة هذه. الله يبارك فيك حياك الله. انا فرحانة بزاف شحال هذا وانا تنحاول مع الخط يلاه شد لي دابا. يا اهلا وسهلا بك لاله رشيدة. والله الا راني من المتبعين ديالك بزاف 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 وكن كتعجبني هاد الهضرة اللي كتقول وهاد الحاتيت وهاد بزاف. بارك الله فيك بنتي رشيدة. وكي دايره لاله رشيده مع هاد الازمه ديال كورونا؟ عندكم خميس زمامره، عندكم اسواق ربما الاسبوعيه، واش الناس تما في الباديه والناس في الاقليم عندهم شي احتياطات كيتاخذوها؟ واش كيلقاو شي توعيه تما؟ كيلقاو اللي ينصحهم واللي يوجههم ولا ربما ما وصلهمش بعض الاخبار؟ حنا تبعنا غير هذوك النصائح اللي كيقولوا في التلفازه، حنا طبقنا هذاك القانون، مابقيناش كنسلموا ما تخرجوش بزاف، وباقيين غير في البيوت ديالكم. في البيوت ديالنا. لا اله الا الله. والاسواق ديالكم لاله، الاسواق السوق ربما كيكون ديال الباديه عامر بالخضروات والخيرات والناس مزاحمين بعضياتهم، واش باقي عامر؟ كاين الاكتظاظ؟ كاين الازدحام؟ وهذا حنا عندنا كيكون الخميس، هذا الخميس داز عامر، وشوف السيمانه الجايه شوف كي غادي يدوز. اي الخميس هذا اللي فات كان عامر، كان كيف العاده. كيف العاده. لا اله الا الله. الله يحفظ الجميع. امين ان شاء الله. بالنيه الحسنه غادي يحفظ الله عباده المؤمنين والمؤمنات. امين. الله يشافي الجميع يا ربي. يا كريم لاله رشيده، بغيت تدعي لي واحد البنيه عندي مريضه. يا رحمن يا رحيم. مريضه بزاف، عندها توحد. الله اكبر. ما تعرف مسكينه الدار، ما تعرف ندير حتى حاجه، كل شيء كنديرو لها انايا. لا اله الا الله. وتنتمنى من الله والدعوات ديال الخير بنتي تشافى ليا وتقرا. شحال عمر هذا دابا لاله رشيده؟ عنده 9 سنين. الله اكبر. وكاين تما شي مدارس عندكم خميس زمامره خاص بهاد الناس ديال التوحد؟ لا ما عندهم حتى حاجه، هاد الفئه ما كاينش اللي كيسول فيها ولا ضايعه بزاف. لا اله الا الله. انا كنقول درك انا باقا بصحيحتي، انا مقابلها واحد الوقت كنشوف انا الى قيت كد عليها ولا مت مثلا ولا مرت. الله يطول عمرك. الله يحفظك يا لاله. بحال دابا تحل الباب وخرجت ما تعرفش السكينه فين ترجع، ما تعرف تقول ناكل، ما تعرف تقول نشرب، ما تعرف تحط حوايج ما تلبسهمش. ما الله يكون لك ولي ونصير. امين. وبغيت تدعى عليا مع الوالد مريض والوالده، ودعى عليا مع الدراري خوتي ما عندهمش الزهر ديال الزواج. يا رحمن يا رحيم. ودعى عليا مع الزوج ديالي، ومع عندي غير وليد وبنيه، ما كنتش كنولد ومع تنعس 9 شهور، الولاده ديالي صعيبه. الله يشافيك. عندي وليد واحد تنخاف عليه بزاف من العين. لا اله الا الله. كنحس بواحد الخوف من كنقول عندك يخرج وطرى لي شي حاجه، والله نعس 9 شهور في الحماله ديالهم، وعندي بنيه مريضه وهو صحيح، بغيتك تدعي لي معاه. يا ربي دير شي قرايتو في حفظ لي الله من كل مصيب. يا ربي يا ربي. ودعا لي مع راجلي كيخاف لي من العين درويش والزوج الصالح، الله يخليه لينا ودعي معايا حتى انا، وليت كنحس براسي عيانه مع هادشي مع ديال بنتي. لا اله الا الله. شي عياء في الداد ديالي كلها. الله يفرج عليكم لاله رشيده. الله يفرج عليكم. شكرا لك لاله. نعم لاله. دعي لي مع واحد دريه بنت لوسي، هي كان عندها العرس مسكينه دابا وتاجل لها مع هذا الشيء. اييه. اي الله يحفظ الجميع. هو كنحس براسي ياسه، ومليت من الدنيا وليت نسمع هضرتك وتازك الحاتيت، وكنسمعك كنرجع نوض عاوتاني من كنحس كل شيء. الله يحفظك لاله رشيده. الله يشافيك والله يعافيك والله يقويك يا ربي يا كريم. تحيه اليك يا رشيده والى كل ساكنه اقليم الزمامره. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.